ضحوا بعشرات. مجددا استنكرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا موقف المجتمع الدولي من استمرار العدو التركي والفصائل الإرهابية التابعة له بانتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعوب شمال وشرق سوريا. أن يرى الأحقية لنفسه بتمرير مخططاته وحساباته. الإدارة الذاتية أوضحت في بيان إن ما تتعرض له مكونات شمال شرق سوريا من مجزرة وصفتها بالوحشية من قبل العدو التركي والفصائل الإرهابية التابعة له يجري بتوافق ضمني بين روسيا وأمريكا. وأشار البيان إلى استمرار الانتهاكات والجرائم وعلى رأسها اغتيال السياسيين ورجال الدين ومئات النساء والأطفال واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً تزامناً مع مساعي التغيير الديموغرافي في المناطق المحتلة. وأدان البيان صمت المجتمع الدولي وعدم إبداء موقف واضح من قبل أمريكا وروسيا وأيضا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس معتبرا أن ذلك يضفي شرعية على محاولة العدو التركي وجرأته في ارتكاب المزيد من المجازر. جرائم التغيير الديموغرافي والجرائم الأخرى المرتكبة بحق عفرين وأهلها كانت حاضرة في بيان الإدارة الذاتية الذي أوضح أن العدو التركي يريد الآن تكرار التجربة في تل أبيض ورأس العين من خلال احتلالهما والعمل على توطين لاجئين من غير أهلها فيها لتكون بحسب البيان ملذا آمنا لإرهابي داعش والنصرة. الإدارة الذاتية ناشدت في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على وقف إبادة المجتمعات الكردية والعربية والسريانية والعدوان التركي على شمال شرق سوريا والتغيير الديموغرافي. كما انتقد البيان موقف الرئيس الأمريكي خلال لقائه أردوغان في البيت الأبيض معتبرا أن العدو التركي استمد قوته من ذلك اللقاء للمضي بمخططاته للتغيير الديموغرافي ومواصلة العدوان. كما نشدت الإدارة الذاتية النظام السوري بتطوير لغة الحوار والتوافق مؤكدة أنه ليس لديها أي هدف لتقسيم سوريا وأن النظام يجب أن يبتعد عن فكرة العودة لما قبل عام 2011 لأن الأفضل هو قبول الآخر وتطوير خطاب الحل وفق ما جاء في البيان. تم تحرير ثلث مساحة سوريا وأكرر ذلك.